ما خويا سالك طب حد يقول لي مين السبب رجعت من دارة تاني طب حد يقول لي مين السبب بلش حرية كائن طب حد يقول لي مين السبب بلا بنزل البدان انا عندي سبب رجعت ما خويا سالك طب حد يقول لي مين السبب رجعت من دارة تاني طب حد يقول لي مين السبب بلش حرية كائن طب حد يقول لي مين السبب بلا بنزل البدان انا عندي سبب بديش واحد معتصمين مش معطلين الحياة لقد اوامر بين اصحاب السلطة والجاف انا هاب القوة لا في السيناريو هو مش قادرين يفهموا ان الشعب اقتلع الخوف من جوا طبيعي لازم انزل لما اشوف كرامتي في الوحل جزء الشهيد نازلين فيها ضرب وسحل والله ده لو صهيوني كافر لا يصعب عليك ما بالك اخوك المصري فلازم تلاقي رجلك في مكان الزهرة بتوديك لانه قمة في اليأس لما بعد 10 شهور ما تلاقيش اي تغيير فلازم دمك يفور تفتكر حلمك من تاني فترجع تصون نفس الشريف من الاول رجع يدور نفس الحدوته والروايه نادي حصل والاهانه نفس الغايه بالبدايه تحس التاريخ من تاني حيث في نفسه والاحساب السيئه سيئه على الكراسي بيتنفسه جنة اخويا سام طب حد يقول لي مين السبب رجعت من تالت هام طب حد يقول لي مين السبب بلش حرية كإنسان طب حد يقول لي مين السبب بلا بنزل البدان انا عندي سبب جنة اخويا سام طب حد يقول لي مين السبب رجعت من تالت هام طب حد يقول لي مين السبب بلش حرية كإنسان طب حد يقول لي مين السبب بلا بنزل البدان انا عندي سبب رجالي واخوان احزاب فلان وعلان عليكم كلكم العار بعد ما شفت الله حصل معرفتوش تاخدوا قرار بالنزول وحي قدام عيني بيزول ومتحاجز وحاجز بيني وبين حلمي بيحوص اخويا مش شهيد لان دم بتكرار حتى بعد الثورة دم المصري بقى مباح رجعنا لنفس النقطة تاني بالمكان ما جينا عشان بنعلي صوت الحقن الضرب في عينينا كل عايز مصلحته والهدف لازم نسينا 10 شهور طول الوقت ده مفكوك علينا كل يوم شهيد جديد وكرامة المصري ضاعت نفس الكلام بنعيد ونزيد ودماء الشهداء باعت ضلينا الطريق بسبب الفرقة والانقسام وهم استغلوا الفرصة وحكموا عليها بالإعدام فرحمة الله على ثورة كانت نفسها تغير بس عمرها ما كانش طويل ونفسها كان قصير سمى اخويا سام طب حد يقول لي مين السبب رجعت من تالت هام طب حد يقول لي مين السبب بلش حرية كإنسان طب حد يقول لي مين السبب فلم ننزل البدان انا عندي سبب سمى اخويا سام طب حد يقول لي مين السبب رجعت من تالت هام طب حد يقول لي مين السبب بلش حرية كإنسان طب حد يقول لي مين السبب فلم ننزل البدان انا عندي سبب ودي كانت رسالة واضحة لكل اللي مش فاهمين احنا ليه نزلنا من تاني الميدان تحية لكل شهيد ضحى بنفسه عشان اعيش